فوتك ناشفه بالنسبه لفوتك كريستينا يعني سوري عملت تفيليه هون هلا لو بتفتح هيدي كنت فتحت لك كاشه هي في هيك لا مش فاتحه كثير بعد بعد هلا اول حلقه هيك تنشوف لا هلا فتحه على فتحه خلص ما هيك هلا انت كريستينا اصلا مره فتحه ما هيك جسمك ضمه اوكي لا ضمه فكرت انا بدك ضمه هلا حبيبي لا ضمه تاع حبيبي ما راح ازعل ابدا ابدا اهلا حابب ضمه لك مش الحال انا فاضي كريستينا انت اصلا جسمك لبيس للترندات والاخبار والشائعات او انت بتعملي قصد لتصير الجدل لا ابدا بالعكس انا من طول ما عامل شيء ما بعمل افورت هيك ما في نو نيد اي مزبوط لانه no انت هيك خلقتي يعني ربنا خلقني هيك شو بعمل مزبوط حاربه لا ابدا ابدا نحن ما بنريد تحاربي نحن حديثكم بنقوم شوي نحن شو بدك خذ بريك طب انت لحظه شو بقولوا نص المزح جد انت بتقعد تمزح عن مرتك وحماتك مزبوط بتخاف منهم مزبوط لا فكرت خلص وصل الجواب الابسوس ايه يعني عندي هذا الشيء الانفصام بخاف منهم وبخافوا مني وكذا لا قالوا لي بتخاف من مرتك صح انت مبلش حلو اليوم لا عم بحكيك عن نفس الخبره انا وياك انا صح. كمان كثير بخاف انا ما بخاف انا بنرعب من مرة اوكي عشان مو شيء طب هلا الليله بفهم من حديثك النومه تحت الدرج ما هون بيامنوا لك منامي بالبروجرام الحمد لله اوكي فرح بتخاف من جوزك انت ما بتخاف هو مش هيدي طريقه علاقتنا صراحه ما في خوف يعني اوكي يلا هذا كل بتشوفه انطوني بتخاف من مرتك انا بخاف من مرتك ايه لا انا هيك مرتي معه اوكي هلا معي بين ايدي مجموعه اخبار عن كريستينا صوايا وعن نادي ابو شبكه شو الصح وشو الغلط ما بعرف مثلي مثلكم فخلونا نسمع القصص ونكتشف سوا مين شاطر بتاليف الاخبار ومين شاطر بتطير الفيوله ومين بيبين على وجهه لما يكذب ومين تفاصيله ما بتخلص هل انت مع او ضد انه حماتك تنقل تعيش عندكم ما راح تترك حدا من انت بدك بيد العيله كلها هيك بلش مع انه تنام عنا تنقل تعيش عنده تعيش عنا لا انا بتمنى انه حماتي تجي تعيش عنا لانه انا حماتي غير كل الحماوات حماتي حدا بفهم له راسه بفهم لي راسي وقريبه مني رفيق يعني ما في اسال من حماتي ما مارق علي هلا في حماوات سائلين وفي حماوات سائلين فانا بدي اقول لك انه تجي لعنا على البيت بتزين البيت يعني انا بالنسبه لي بشوف الفرحه والبهجه بس تكون حماتي عنا لانه عن جد كثير بحب ما معقول يعني اذا بتقلي شو بتتمنى بالحياه اقول لك انه نعيش ببيت ما بتقدر توصل حماتي عرفت هي ثقيله وبتتدخل بكل شيء يعني بتحسها شخص من جوا اذا ما كانت موجوده بتحس البيت ناقص بحكيك عن جد يا بحب انت يا بلا اخلاق بوس الاحمر خليني في الشرق حبيبه قلبي هي حبيتها كثير الفقره فينا نرجع نعيدها بدك تنقل لعندك على البيت حماتي بموت فيها وهي بتعرف هذا الشيء ما تفوت بيناتنا حماتي بعدك هيدا كان اول اسم من حلقتنا اخبار زياده جايتنا هلا ومواقف طريفه